السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية حبيبنا المتابعين، أهلا وسهلا فيكم ورجعنا لكم في فيديو جديد. إن شاء الله تكونوا مبسوطين وإن شاء الله يا رب تكونوا بخير. بداية حبايبي خلينا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، خلينا نبدأ يومنا بالصلاة على النبي. بداية حبايبي نطلب منكم الكل يفوت هاني يعملنا اشتراك في القناة ويعملنا لايك للفيديو، هذا أول شيء. ثاني شيء اليوم يعني أنا لحالي طبعا على السطح، يعني أغلبية الأوقات صرت لحالي على السطح، نور مش فاضي ومحمود بطل يجيني كثير، فأغلبية الأوقات أنا لحالي على السطح حاليا، فعشان هيك يعني الشغل صار كثير علي ثقيل، الشغل صار ثقيل علي كثير ومش ملحق، يا إما يعني ممكن أقدر أطعمي بس ما أقدرش أغير مي، ممكن أقدر أنظف بس ما أقدرش أغير مي، أو أغير مي ما أقدرش أنظف، فصار عندي العبء كبير كثير. فان شاء الله لقدام شوي عشان اريح حالي شويه صغيره، نويت اني اركب اللي هم المشارب التوماتيك، طبعا راح يصير عليه في تكلفه، ولكن عشان اريح حالي لانه ما في حدا، يعني على الاغلب بطل حدا يساعدني، فهيك راح اتغلب. يعني يا اخوان انتم عارفين يعني انت بتخدم هنا 40 او 45 جوز، زائد انه في عندك حمام هان وحمام هان وحمام برا، كله هذا بدك تحط له مي، بدك تنظف تحته، وزائد بدك تعتني في طير مريض في طير تعبان، بدك تدير بالك على كل هذا الشيء، ولازم نظافه السطح. فالنظافه هاي شويه انا متغلب فيها، فاليوم قررت اني اعمل انظف عند الحمام طبعا لحالي. في النهار يا اخوان انا شويه عندي مشكله يعني مريض، فما بقدر اطلع بالنهار على السطح نهائي، فراح اطلع بالليل ان شاء الله اصير انظف. يعني هسه حاليا انا قررت اني انظف طبعا لحالي، ما في حدا عندي الا اذا اجى حدا وشافني بشتغل وقرر يساعدني. خليكم معنا شباب، طبعا راح نصور لكم كل شيء. انه طلع عندي فحلين، البواس طلعوا فحول، تمام الحمد لله بركه، صار عندنا فحلين زياده نكشهم مع الحمام، بواس سود، فحلين بواس سود الحمد لله بركه، نطلعهم نكشهم مع الحمام. طبعا البوز اجانا سبحان الله عشان نحطه على الطيره، وطلعت الطيره فحل، الطيره اجتنا على اساس انها طيره صاحبها مستغني عنها اللي هو راشد شنان، كان مستغني عنها ما بده اياها، طلعت فحل. طبعا الطيره صارت فحل والفحل بدنا نكشه، تمام هذا اول شيء. ثاني شيء لما اني انا فضيت القنهار اللي صار عندي بدي انقل الفرخ، تمام طبيعي جدا شلت الجوز اول شيء، خليتهم يقعدوا عند الفرخ خليتهم لحالهم شوي يعني ياخذوا هواء القن، تمام وفوت عليهم ايش الفرخ، مسكت الفرخ زي ما هو هيك وحطيته بالصحن، طبعا الصحن نظيف ما في شيء، الصحن نظيف وما في شيء، طب شو اللي صار؟ هسه بقول لكم، شايفين الصحن؟ هي قدامكم. تمام؟ الصحن ما في شيء. حطيت الفرخ والتهيت في علاج الطيرة اللي تعبانة. فيش دقيقتين أو دقيقة والله يمكن. دقيقة. دقيقة محمود إيش بيقول لي؟ بقول له بيوسف الفرخ مات. كيف مات؟ لا مش بقول لي الفرخ مات، الفرخ شماله شمال الفرخ هيك قالب، فرخ قالب شمال الفرخ قالب، كيف قالب يعني؟ فتفرج عليه فوت اشوفه انه الطير ميت، فرخ ميت اذا ما في اشي الفرخ، قسما بالله ما في اشي ولا اي اشي فيه. طبعا انا بالعادة قبل ما انقل اي جوز بنظف الصحن، يعني الصحن نظيف يعني ما في اشي، ما في اشي انا حاطه غلط على السطح او في القن او في كل القن هاض. اللي صار انه الفرخ مات، قعدت احاول اعمل له تنفس ما زبط، قعدت احاول انشط له القلب ما زبط، قلت لمحمود يمكن بمزح معنا بتخوت علينا معه غيبوبة او شيء، زتناها نص ساعة وبرضه ما صار شيء. طبعا يا اخوان الفرخ اخذناه صغير هالقد، والله كنت حاب اقسم بالله كان نفسي طول حياتي اني اكش مراسلي ومقلوب،
وأزرق وأحلس. والله العظيم قسم بالله يا أخوان هذا اللي صار. يعني طول عمري نفسي أربي مراسلي أزرق أحلس مقلوب، وهذا طالع أزرق أحلس مقلوب الفريق. قسما بالله إني تدمر. اللي صار ما بعرف شو اللي صار. اللي صار أنا ما بعرف شو صار، أنا مصدوم. بس والله شلته من هان، ما عملت له إشي، بس شلته هيك. شبه هذا بالضبط، تجدينه أزرق أحلس مقلوب. طول حياتي نفسي أربي وأكل، شوفني بنادع، بس ماليش نصيب. الحمد لله على كل شيء، والله بعوضنا دائما بالأحسن. حبيت أشارككم اللي صار معي هذا، وإنه زي ما عودناكم إنه هذا سطح وقت، فحبيت أشارككم. طبعا انا زعلان على الفريق، بس الحمد لله الله يعطيك العافيه. خلينا نشوف شو عندنا كمان لبعدين. طيب شباب، بعد شغل ساعتين يا اخوان، هلا اني لحالي. الحمد لله خلصت، كل شيء نظيف، كل شيء تمام. يا ويلي، يعني الحمد لله تعبت بس انجزت. طلعوا ما شاء الله صلاة النبي، يعني تنظيف مرتب. طبعا هدول اخر جهد قبل ما اخلص بشوي، انتبهت اني مش منظف عندهن، فنظفت عندهن كاي ناسيهن، بس مش مشكله. ايه هي العبد السوداء كمان مش منظف عندهن، بس برضه مش مشكله، بنظف عندهن. هدول نظفت عندهم انا، ظلت عند العبد السوداء ان شاء الله كمان شوي بنظف، بس هسه لازم اطلع لايف. على العموم انا هيك خلصت، ضل علي ايش؟ طلع الاغراض هدول، خليكم معي طلع الاغراض هذول وارجع لكم، عشان في شغله ضروريه دائما بعملها بعد ما اخلص كذا تكنيس. خليكم معي. طبعا شباب الحمد لله زي ما قلنا لكم خلصنا، ضل علينا شغله واحده، خلينا نجيبها. التعقيم، معنا عندنا كلور وعندنا مي. الكلور كثير منيح ومفيد للتعقيم، طبعا دائما بزود انا كثير. عبي 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 عبي. وانا حطيت نص اللي كانوا بالقنية هذول،
طبعا ليش ابو يوسف كثرت افضل حشرات ما حشرات اشي طبيعي يكون في حشرات عند اي بني ادم بالعالم في عنده حشرات سواء نمل او دود او بق فالكلور قوي بقتل طبعا الناس بيقول لك حط خل بتقدر تحط خل بس انا مش متواجد عندي خل حاليا اللي عندي كلور فهذا بنفع وهذا بنفع طبعا الرش في الزوايا اهم شيء اهم شيء الزوايا لانه الارضيه هنا يا اخوان ما بتلاقي الحشرات هاي كلها دائما بتكون وين في الزوايا في الاماكن اللي مخبيه فانت بتغسل الزوايا اول شيء زي هيك غسول اذا انتم شايفين ما بعرف شو اللي شايفين كيف انا ماشيها تحت تحت زي هيك يا سلام ريحه الكلور ايش بجنن عزوايا الخم يا اخوان زي ما انتم شايفين البقنون عشان ايش يضبط صح اذا في قنون مرتفعه طبعا تحتيها القنون المرتفعه تحتيها والقنون الواطيه الطابقه بالارض عزواياها بشكل عام انك بس تعمل تعقيم بعدين ارضيه طبعا انا هيك بعمل انا ماليش غيري طبعا يا اخوان كل واحد له مدرسته يعني ممكن يجي يقول لك انا بشوف ناس بيعملوا الشيء ماليش بغيري انا الي بنفسي انا ايش بعمل يا اخوان انا بقول لكم ايش بعمل ما الي بغيري طبعا تشوفوا ما شاء الله والله بتنام فيه النظافه حلوه بس يا اخوان انا غلطي شوف هيك انا بالزمانات ما كنتش ارض هاي اخليها على الارض والله العظيم غلطي اني ارتكنت وغلطي غلطي غلطي غلط كبير اني ارتكن يعني سواء على محمود او على نور او على اي حدا بيجي عندي بيساعدني لانه ما حدا بفيدك الا دراعك ماشي ممكن نور يجي يشتغل ويزبط ويعمل كل شيء ممكن محمود يجي يزبط ويشتغل ويعمل كل شيء بس مش بنفس تظبيطي انا بالدنيا انا هيني لحالي الحمد لله عملت شغلي اللي بشتغله زمان دائما انا شغل زمان التنظيف الصح طبعا يا اخوان قسما بالله لو حدا يجي ويشوف الوضع هالساعه ليقول لي عن جد الله يعطيك العافيه لانه يا اخوان عملت شغل يعني بنت متعوب عليه تعبت صح اشتغلت تنظيفي تبع زمان التنظيف اللي كنت انظفه زمان ما خليش اشي تمام فهذا السبب بيخليك انك تدير بالك وتحافظ على النظافة أكثر قبل كنت أرتكن تقع ريشة على الأرض ريشتين ثلاثة أحكي عادي بنكنسه لأنه معي نور معي محمود من قبل نور ومحمود والله العظيم أني كنت أحط الريشة في جيبتي ما أخليها كنت يوم بعد يوم أجي أعلف وفي المشحاف أنظف إن شاء الله ناوي عن النظام هذا ولكن إذا الله أعطاني القوة والصحة وقطعا دعمكم وتشجيعكم إلي بيخليني اعمل هيك تمام طيب راح نفرجيكم جوز ركبناهم جديد وراح نفرجيكم جوز جبناهم جديد خليكم معنا ونفرجيكم بالمره النظافه كيف صارت زي ما انتم شايفين شوفوا كيف تنظيف ايش مرتب شايفين هان شايفين كيف النظافة؟ هذول كبات مي ولا ايش مش عارف هان شوفوا هيك ما شاء الله صلاة النبي شوفوا هان افتح لكم هان طبعا اشي بتعب بس مش مشكلة طبعا البودرة نسيت ارش بودرة بس ان شاء الله بكرة بنرش عشان وقت الحلقة شايفين كيف ما شاء الله النظافة يا اخوان شايفين هان نظافة يعني مش اي كلام طبعا هذا ما قدرتش انظفه لانه ارضيته واقعة نظفت منه شوية صغيرة وهذا نظفت شوية منه لانه الارضية واقعة قلت اذا بحفر بشد اكثر تقع شايفين الزاوية من هان فالتة هانا شايفين هان سيراميك هذا طبعا كله منظف زي ما انتم شايفين هانا عند العبيد شوف صلاة النبي كيف الوضع هانا عند هدول كنت قاعد بفحص البيضة وقعوا البيضة ضربني وقعت البيضة من ايدي انكسرت مناش نصيب شوفوا المقدسيات شوفوا هدول كيف النظافة يا اخوان صلاة النبي اشي الحمد لله
طبعا الطيرة هاي اخذناها من عند العم ابو ابراهيم للفحل هذا. طبعا الفحل هذا اسطوري يا اخوان، طورت له طيرة في السوق ما لقيتش، مسود سلافر، طير جنة، اشي بجنن صلاة النبي. دورت له طيرة ما لقيت له في السوق كله، دورت على الفيسبوك بعتوا لي طواير بس ولا طيرة بتشبهه ولا راح تكون تشبهه. فاللي عنده طيرة نفس قلبته، نفس لون العين البيضة، نفس لون المعوال وقلبته، وما يقصرش معنا فيها. جبنا له الطيرة هاي بشكل مؤقت عليها، عمنا ابراهيم قال بترمي عليه بس انا مش حابها الصراحة اذا بتكون صحيح. طبعا عندنا جوز قويزات فرجيناكو اياهم، لا لسه ما فرجيناكو اياهم، خليكم معنا خلي افرجيكم اياهم بالمرة. يا شباب ما شاء الله جوز قويزات اسطوريات، جوز يعني ما شاء الله عليهم جوز عالميات صلاة النبي. شوف صلاة النبي الفحل، فتلة المعوال الديل ولا لطشة، ديل سليم، ديل اسود، معوال بجنن. هذا الفحل شوف صلاة النبي عليه. طبعا وين نحطه هسه بدنا نقول نحط الجوز هذول. طيرة حلوة بس يا اخوان جناحها محدود. طبعا طيرة بتأثرش معي الطيرة زي ما انتم عارفين، الطيرة جناحها محدوف مش مشكلة، بينما الفحل شوية بخوف لانه بده يطلع على الطيرة ومن الحكي هذا اللي انتم عارفينه. طبعا هي الطيرة ديل ازرق، راس بجنن، معوال بجنن، فتلة جوز هدول يا اخوان. تعال 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 اشتراهم اخوي مالك، هذا لو طلع بروح. شوفوا ما شاء الله يا اخوان جوز اسطورة. طبعا يا اخوان راح نطلع العبدة السوداء عبال ما نجيب لنا قن، خلينا نستفاد منهم الفرخين. العبدة راح نطلعها تلعب برا. تعال سحبنا منها بيضتين وحضناهم ورجعنا الفحل. طبعا بدي اريح الطيرة هاي لانه هسه في فرخ طالع عندنا ان شاء الله، على الاغلب في فحل منهم، راح نريحها تلعب على الصدهانة شوية هيك وهيك، بس ما تطلع برا عشان ما تطير طبعا ما تضيعش، مع انها متنشره برا. ولكن ايش احنا حطينا الجوز حاليا، ها جوز القويزات صار هذا تمام. هسه بالنسبه للجنون انا مش عارف، بفكر احط الجنين جنب بعض، بفكر احط جن هان او هان، يعني الجن هذا الاصفر احط هذا اللي هان، احط هذا اللي هان احطه هان بفكر، وما بعرف بس انا بحس انه هيك احسن مكان. يعني اتوقع لو جربنا عملنا هيك يكون مكانه أجمل، شو رأيكم؟ لأني أنا في الواجهة هاي ما بقدر أحط لأنه هنا الكاميرا دائما بصور لكم. انزل يا حجة، انزل يا حبيبتي، انزل يا عمري. أيوة شطورة. الجوز هذول نحطهم هان. زي هيك، شو رأيكم؟ طبعا هيك بحسه أجمل. ولقدام شوي يعني اذا يعني ان شاء الله راح نتوسع ان شاء الله بنقدر ننقل الجنين هدول، ها مش مشكله. على العموم هيك حبايبي خلصنا الحلقه، بتمنى تكونوا استفدتوا معنا، انبسطتوا معنا، عجبكم الشغل. طبعا يا اخوان النظافه حلوه والله حلوه، بس بدها واحد يكون فاضي. على العموم هيك وصلنا نهايه الحلقه، بتمنى العجب المقطع، اعملنا لايك واشتراك وشير، واذا اول مره بتشاهدنا لازم تكون مشترك في القناه، والا انت يعني مش من العائله الكريمه. بتمنى تكون يعطيكم العافية شباب. طبعا هسا احنا بعد المغرب، طلعت اليوم 5 حبات جداد، منهم المنمر، بس المنمر لسه بده ضغط، ما بمسك برمة مع الحمام، بضلوا يتركها وطير لحاله. طلعنا بولندي ابيض برفعة، وطلعنا بولندي اقرع، وطلعنا الطبشيري هذا، وطلعنا الطبشيري اخوه من بطن ثاني تمام، او سوري طلعنا هندي تمام. طبعا راح نبلش نلين فيهم، هدول ما راح نضغطهم يعني اخوان، هدول راح يصير معهم بس كالتالي زي هيك، برمتين ثلاثة زي ما بدهم يحطوا. زي ما انتم شايفين طبعا البولنديات الاثنين هدول من السوق. فزولة الحق الحمام يلا، شايفين المنمر هيو ماسك في الحمام. طبعا مش راح نضغط اكثر من هيك، اكثر من هيك ما راح نضغط، بده يحط هاي شايفين، بس نطبل الطبلة عشان يضلوا ماسك في الحمام. شوفوا المنمر شو قاعد بيعمل بلاخم ملاخم، هيو باخرها شايفينه هابو.
بس هي قاعد بتعود يمسك. طبعا يا اخوان اي طير بفلت منك في العالم طلعوا مغارب، هاي شايفين بس بس. شوف كيف اخذ الحمام، حلو حط. طبعا يا اخوان اوعك تضايق، بولنديات جداد الاثنين، وعندك الهندي طالع من تعب، والطبشيري طالع من بروك يعتبر بتلين فيه، وعندك المنمر شايفينه فرخ جديد او مش فرخ، هو كبير يا اخوان بس مش مكروش، فلازم تدلعه هذا شوي. شوف كيف ملسوع الطير، يعني ملسوع ملسوع، شوف ملسوع يعني حتى على الرفصه مش راضي يحط. فهذا مخه راح يطلع بولاد، ديروا بالكم مجرد ما ينكرش ان شاء الله. شوف شوف كيف، شوف. طبعا شباب زي ما انتم شايفين نخليها شوي هيك ترتاح. تعي طبعا مجوح عشان اقدر احكمها، بولنديات قوايا ديروا بالكم. فايش بننزلها على الارض شوي هيك، تعي نقبلها كم حبه. طبعا يا اخوان انا يعني قاعد بعطيكم شو قاعد بعمل بالتفصيل عشان الناس اللي بتسال كيف بدي اقوي حمام، بس اعمل زي ما انا بعمل وان شاء الله امورك حمامك تقوى. طب هسه ممكن تقول لي انت يعني ليش بتطير مغارب؟ يا حبيبي انا بطير مغارب قاعد بليل، الجو عند المغارب بارد، يعني اطير الظهر ما بزبط، اطير العصر ما بزبط. يعني لو بدك تطير العصر تجي لك قطعه فراخ بتشيل لك حمامك وبتروح، حمام لسه مش ملينه مزبوط. فعشان تعرف بما انك طلعت حمام جديده لازم تخليها براحتها حاليا. شوف البولند، شوف وين واقف. تعي تعي ننزله نحننه للارض بس شوي. تعي 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 ببزر حبه حبه، شايفينه هي نزل. تعي 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 تعي. هذول الاثنين طبعا طلعات من بروك جديد خلصن، بعرفش هو صاحبهن اشتريناه من واحد، اشتريناه من شاب بنعرفه، واحد اشتريناه من يعني مالك جابه من السوق، بعرفش من ولد صغير بقول انه صايده، بس يعني الاثنين طلعات من بروك، فهم مسحبات على الريش تبعهم مش مسحبات خالصات لحالهم ما بنعرف، بس احنا الفكره واحده انه ايش اخذناهم. هنجرب نشوف معاهن، يلا. طبعا هسه البولنديات ما عليهم حكي، هسه احنا شغلنا في ايش؟ في المنمر هذا يا اخوان عشان تكونوا عارفين شغلنا في المنمر. طلعوا شو بيعمل، ملسوع الطير بدي اياه يتعود بس يطلع على الرفصه، ما يضل يشرد هيك شرود شرد الهبل. طلع شوف كيف يا اخوان، ها زي ما انتم شايفين خلاص مطير قدامه الحمامات النشطات. شوف ما شاء الله سرعه الجناح كيف صارت، هاي الحمام النشيطة اللي أنا منشطها. اللي بيلحق يلحق، شوف لو يركب معاها بتروح. هاي طلع البولندي والهندي، طبعا هدول لسه بدهن ضعك. المشكلة اللي طلع البولندي اللي مستدقل شوي. يلا كلها طلعت ما عدا المنمر، خلي المنمر يشوف الحمام. شوفوا يا اخوان طبعا انا مش ضاوي السطح متعمد، ضاوي بس المطاير عشان الطير يكشف الحمام جوا. انا ما بهمنيش يكشف السطح، بهمني يكشف المطاير الجوا، لانهم قعدوا فتره هان، هم قاعدين فتره هان كبولنديات، بهمني انهم يكشفوا المطاير بس. الباقيات يعني ما بخاف عليهم انا، بس بنلين في البولنديات كمان بما انه المنمر هسه مش معطيني مطار. شوفوا يا اخوان الليل كيف سرعة الحمام. طبعا هاي الحمام برمتها ليش هيك يا اخوان؟ لاني انا بدربها بالليل. هاي فزلة من هلا من الحج منمر. شوف شوف كيف طيرانه، اهبل 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 طيرانه. طبعا هيك بخرب لي الحمام بس مش مشكلة خليه راحته، هيك راح. ايوه الله انك مشكلجي. تعي 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 حطي. طبعا يا اخوان احلى اشي بالدنيا كرش طير اهبل زي هيك، يسعد دينه شو انه الطير هذا بيطلع زقرت. طلعوا عليه وعلموا عليه اذا ما يطلع عنتر هذا الطير. وين راح؟ تعال هاي شوف كيف نزل. طبعا طبعا انا مبسوط عليه، ديروا بالكم يعني ممكن يقول لك هذا بغلب، الطير اللي زي هيك ما بغلبش، الطير اللي زي هيك ما يعني انا شخصيا ما بغلبنيش. ليش؟ بستمتع معه. عندكم هذاك الباكستاني اول ما ضربته كان زي هيك، هذا الباكستاني. طبعا
طبعا ادرونا التصوير عندي تليفوني ماكل هوا انا. هذا كان زي هيك سبحان الله مجرد ما كرشته صار قوي. تمام شباب زي ما انت شايفين هاي اللي منمر عرف صراحة نعطيهم مرة هسه لازم اللي منمر نروح معها على الليل. حلو هاي راح معها. طبعا هاي الحمام باقي ما باقي كسلت. كسلت لانه مش متعودة تطير نفس واحد. متعودة تروح نفس واحد مش متعودة تضلها تطير وتحط. المنمر وينه بس؟ طبعا كله هذا بنشتغل عليه لقدام شوي يا اخوان. طبعا انتوا عارفين احنا خشين بتليين. تمام؟ شوفوا هاي الحمام وينها وينها وين اللي منمر؟ ولك هي الرفصة يا زلمة هي الرفصة. وقع على الارض هذا. والله وقع هي. وين صار؟ تدريش عنه وين راح. على العموم يا اخوان خليني اضوي الضوء بس عشان اشوف وين راح. خليكم تعي تعي. طبعا هي يا اخوان على عزينكو بس طير شويه ما تعي. انا والله يا اخوان بكيف على الطير زي هيك انا صراحه. تع 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 تع. هذا البولندي يا اخوان بخوف. شوف لابد. تعي 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 تعي. بدك تنزل انت ولا ايش وضعك؟ وينك هسه كان عزينكو؟ وين راح؟ طبعا الشباب هسه ايش راح اعمل انا؟ راح افوت اطعم الحمام جوا. خليكم معي بس في التليفون برن. تعي 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 تعي. خلاص بنسيبه. هيو 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 طاير والله. هيو طلعوا وين كاين ولا؟ يلا تعي. طلع يا اخوان كيف؟ خليني احط علف وارجع لكم. خليكم معي. يا شباب هين راح افتح انا راح افتح الباب. كنت بدي افوت احط علف بس لقيت الحمام مستعجله. طلعوا كيف النظام راح يكون. تعي 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 تعي. نمر ها هو سبحان الله والله مخه واعي قلت لكم. عارف خشته انا في النص. تع 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 تع. جوا 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 العلف جوا العلف جوا العلف جوا العلف جوا العلف. تعي 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 جوا ولك العلف. شوف المنمر غلبني هيك خرب علي الدنيا المنمر بالحركه هاي. بس مش مشكله خلينا ارد على التليفون. اخوان هذا ظل حاله مالك رن علي جنني بقول لي المنمر واقع تحت وهي المنمر عندي. تعي 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 تعي. طبعا هذا عشان مش خشته. تعي اضطر اطعمي على الارض. يلا فوت جوا. طبعا يا اخوان هاي هيك قصه الحمام زي ما انتم شايفين. غلبني المنمر غلبني يعني لو فات بسرعة مع الحمام جوا كان ما صار هاي الحركة ما كنت راح أطعمي على الأرض. تمام بس إنه ضلوا يجنني وهانا بده يفوت هو يعني إذا بده يفوت هان في الخشة في النص فإنه هو الطير واعي لأنه عارف إنه هاي خشته مش هاي. ديروا بالكو عارف إنه هاي خشته مش هاي. فاللي صار انه غلبني شوي بس مش مشكله يعني هذا بثبت لي انه مخه نظيف الطير. زائد الطباشره هدول كمان غلبوني صاروا يفوتوا ويطلعوا ولكن هيك هسه احنا عندنا ضمننا 5 حبات يعني بنقدر نحكي من 5 4 مناح سلكن معنا في المطار. طبعا بدهن تليين لانه زي ما قلنا لكم طلعات من بروك وبدهن شغل فايش بدنا نصبر عليهم. طلعنا من هالخمسه اليوم ان شاء الله بكره بس اجي اطلعها بشوف مين الجناحها منيح وبرضه بنزته. هو المفروض انا ازدت القرباش معها بس القرباش ماخذ مفسد شكله الطير مستدقل زياده على اللزوم مش عارف يطير. فراح نريحه شوي وبعديها بنطلعه مع ايش؟ مع الحمام هاي عشان ايش؟ نكرشه ونقويه على الليل ونشتغل فيه سرعه جناح شوي شوي. طبعا هاي زي ما انتم عارفين لساتها مقاصيص او لساتها مش مخلصه ولكن احنا صابرين عليها للاخر ما بديش اسحب لها من الاخر يعني كل شيء ضايل له اللي ضايل له ريشه واللي ضايل له ريشتين يعني اكثر واحد ضايل له ريشتين والباقي كليته على الريشه بس ايش صابر عليه. وهنا هاي كليتها يعني كمان نفس الاشي في ريشه وريشتين وفي صماي ورداي والشغلات هاي بس صابر عليها. تمام على العموم هيك وصلنا لنهايه الفيديو. بتمنى اذا عجبك المقطع تعملنا لايك واشتراك للقناه اذا مش مشترك واذا مشترك بتمنى تسوي لنا لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.